أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أرحب بكم، أنا فيصل أحمد الشلوب في برنامج ساعة في الاقتصاد، والحديث اليوم عن قرب انطلاق قمة دول العشرين التي تعقد يومي 4 و5 سبتمبر الحالي في المدينة الصينية. طبعا تتناقل الأوساط المتابعة الاختراق الصيني المتوقع لأجندات القمة من خلال برنامجها لقوة النمو الابتكاري، والحديث أيضا عن المواضيع المهمة حول الابتكار وتوقيع العقود ما بين الصين والمملكة من ناحية بعض الشركات، وأيضا مع اليابان وزيارة ولي العهد هناك في دولة الصين ودولة اليابان، والحديث عن الابتكار في دولتين كبار في هذا الموضوع. إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع من ناحية الابتكار وأهميته للمملكة العربية السعودية مستقبلا، لكن نأخذ التقرير بعد ذلك نعود للحديث عن هذا الموضوع. مع قرب انطلاق قمة دول العشرين التي تعقد يومي 4 و5 سبتمبر الحالي في مدينة هانغوتشو الصينية، تتناقل الأوساط المتابعة الاختراق الصيني المتوقع لأجندات القمة من خلال برنامجها لقوة النمو الابتكاري. هذا التوجه الصيني عبر عنه وزير خارجيتها وونغ يي بالقول إن الصين تسعى لتحقيق اختراق في القمة يكتشف قوة جديدة للنمو الاقتصادي من خلال الابتكار. وتتناول أولويات القمة بحسب أجندتها المعلنة مواضيع الإصلاح والتنمية والعمل على إعادة الاقتصاد لمرحلة الانتعاش، مع تحويل القمة من آلية لإدارة الأزمات إلى منصة حوكمة طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تعزز الصين نشاطها خلال القمة لإبراز برنامجها للنمو الابتكاري وتحفيز القمة لضخ مزيدا من القوى الإصلاحية للدول والمحافظة على النمو المستدام. وتواجه القمة تحديات تفهم رؤية الصين الجديدة وتنفيذ جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وتنسيق السياسات الكلية لوضع الاقتصادات العالمية على طريق الإصلاح التنموي. شكرا للزملاء على هذا التقرير للحديث والمناقشة هذا الموضوع. يسعدنا ترحيب بضيفي في الاستديو المهندس عبد الله بن صالح المزروع، المستشار براءة الاختراع للأمانة العامة لمجلس التعاون. مرحبا فيك مهندس عبد الله. اهلا وسهلا واهلا بالسادة المشاهدين. الله يحييك. ومن الدمام عبر الأقمار الصناعية الأستاذ عبد الله المقبل، مبتكر ومدرب معتمد في تنمية الذات. مرحبا فيك استاذ عبد الله. اهلا وسهلا فيك، حياك الله وحيا الله الضيف معك. اهلا. الله يحييك. بدايه كيف تجد توقيع المملكه العربيه السعوديه مع الشركات الكبيره في الصين، ايضا اليوم في اليابان نتكلم على توقيع عقود مع شركات مهتمه واضح جدا حول الابتكار والاختراع والتقنيه ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. موضوع الابتكار اخوي فيصل هو الان هو موضوع الساعه. منذ سنوات وكثير من الدول والجهات المعنيه بالابتكار تسعى الى تأطيره في من خلال خطط وبرامج وآليات عمل. كثير من الدول يعني أدركت أهمية هذا، ومن تلك الدول المملكة العربية السعودية أدرجت الابتكار في عبارات حول الابتكار في رؤيتها لل 2030 التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان في شهر أبريل من هذا العام. في افتتاحية سمو الأمير لرؤية المملكة 2030 ذكر يعني عدة مرتكزات لهذه الرؤية، ثلاث مرتكزات مهمة من ضمنها قوة الاستثمارية للمملكة العربية السعودية. ذكر كذلك التزامه في افتتاحية حفظه الله بالعمل الحكومي وتحسين أداء العمل الحكومي بالإضافة إلى الحكومة الإلكترونية. مؤشر الابتكار، هناك على مستوى العالم إصدار سنوي تصدر جهات معتبرة، تصدر مؤشر يطلق عليه مؤشر الابتكار العالمي. بدأ هذا المؤشر منذ العام
2007 أدرجت فيه دول المجلس التعاون بالإضافة للمملكة العربية السعودية في العام 2009. يقيس مستوى الابتكار والسياسات التحفيزية المتعلقة به في هذه الدول. دول المجلس التعاون والمملكة العربية السعودية بالذات حققت مراكز يعني طيبة في هذا المؤشر، وإن كان يطمح إلى أن تصل إلى مراكز أفضل من خلال تفعيل الرؤية التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية 2030، وأشارت فيها لمرتكزات أساسية من ضمنها قوة الاستثمار والموقع الجغرافي والعمق العربي والإسلامي. جميل. أستاذ عبد الله، كيف تجد الاهتمام المملكة مؤخرا في الابتكار، وهل تأخر هذا الموضوع؟ كيف ترى الرؤية الخاصة للمملكة قديما وحاليا؟ بالنسبة للابتكار، خلنا أعطي بس نبذة بسيطة. تفضل. هو سر عدم وجودنا أو وجود البشر في الكهوف مثل أسلافنا هو الابتكار تحديدا. فالرفاهية والتقنية والأمور الحياتية اللي نعيش فيها حاليا هي عبارة عن مجموعة من الابتكارات اللي وصلتنا إلى المرحلة هذه. بالنسبة لمستوى الابتكار زي ما تفضلت في المملكة العربية السعودية، يعني شهد تطور كبير صراحة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، كذلك في حاضنة بادر، كذلك في الجهات الأهلية الأخرى اللي أصبحت تدعم، وأذكر على سبيل المثال مركز الإبداع في أم القرى صراحة يبذل شيء رائع جدا، وشفنا برنامج صنع في مكة كيف صار له صدى وتأثير صراحة وقبول، وصار فيه انفتاح أنه أغلبية الشباب صار بدأ يحقق أنه غير أنه يحصل على شهادة ابتكار، بدأ يحقق منتج وبدأ يصنع المنتج، فهذا شيء جميل وهذا شيء مبشر بحول الله، راح يكون من خلال التطوير راح يكون شيء عظيم بحول الله. جميل. مهندس عبد الله، هل نحن في المملكة العربية السعودية مستعدين لتلقي الآن الدول المتقدمة من ناحية الابتكار مثل الصين واليابان، وكيفية مدى الاستفادة منها؟ يعني مثلا رأينا الاتفاقية مع شركة هواوي الصينية، هو تدريب الشباب السعودي، أيضا إدخالهم في هذه المنظومة بشكل واضح، مدى الاستفادة ومدى القدرة أيضا؟ يعني المملكة العربية السعودية ولله الحمد تمتلك مراكز قوة كثيرة في هذا المجال، عندها موارد، لديها عقول، لديها طاقات كذلك، فبإمكانها أن تخطو خطوات واسعة متقدمة في هذا المجال حقيقة. هي بدأت في هذا متى ما وضعت السياسة وتموضعت استراتيجيات محددة للانطلاق في هذا المجال، فالنتائج بحولها ستكون يعني مبهرة. الاقتصاد المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية كان يعتمد بشكل كبير على موارد، إن صح التعبير يمكن الإطلاق عليها موارد نابضة. الابتكار هو موارد غير نابضة، متى ما خططت الدولة وسعت إلى تركيز على هذا المورد الاستثمار في الابتكار، وأي ابتكار، الابتكار التقني، الابتكار المبني على المعرفة، فإن حقا يعني ستتحول من اقتصاد تقليدي إن صح التعبير لاقتصاد متقدم، اقتصاد مبني على الابتكار. والمملكة العربية السعودية والمسؤولين في المملكة العربية السعودية انطلاقا من الرؤية التي يشير لها أشرنا لها قبل قليل تمهد الطريق لتحقيق هذا الكسب إن صح التعبير، ولكي يخدم الأجيال القادمة نرتكز على معارف، على ابتكارات، على اقتصاد مبني فعلا حقيقة وثابت ومستدام مبني على الابتكار، وابتكار نوعي، ابتكار يحقق الأهداف المرجوة ويحقق الرفاهية، مزيد من الرفاهية لمواطني المملكة العربية السعودية. أيضا ما هي أهمية الصين هنا في مجال الابتكارات؟ الصين واليابان. الصين أخوي فيصل يعني وضعت سياسة الابتكار ضمن أجندتها الوطنية وأعلنت هذا يعني أمام الجمهور، ولذلك العام هذا الحالي 2016 أول مرة يعني تصنف الصين على أنها ضمن أفضل 25 دولة في الابتكار. الصين اشتغلت في هذا المجال، كانت في السنوات الماضية في مراكز جدا متأخرة، السنة هذه لحسن الحظ ولكون قمة قادة دول 20 ستعقد في الصين، حققت الصين هذه القفزة وتبوأت المركز 25 في مؤشر ابتكار عالم من أصل حوالي 130 دولة على مستوى العالم، ولذلك قمة 20 التي تنطلق
في خلال الأيام القادمة ويحضرها يمثل المملكة العربية السعودية سمو ولي العهد، سوف تركز على الابتكار ولأول مرة، وهو أمر يعني يشجع ويزيد من التركيز على موضوع الابتكار وأهميته في الاقتصاد والنمو المستدام، الاقتصاد الجديد، الاقتصاد المبني على المعرفة نحو مزيد من النمو في هذه الدولة بحول الله. جميل. أستاذ عبد الله، كيف يرى الشباب البيئة الخاصة بالابتكار في المملكة، وهل هي مرتبطة بمثل الدول العظمى من ناحية الابتكار مثل الصين واليابان، وماذا يعني يحتاج، ماذا نحتاج نحن حتى نواكب مثل هذه الدول العظمى؟ جميل. بالنسبة للاحتياج الوطني، الإمكانيات من ناحية العقول يعني ما شاء الله فيه طفرة في المجال هذا، لكن فيه إشكالية في التركيز على الأولويات من قبل المؤسسات المعنية في الابتكار. فأصبح التركيز أنه يعني الحصول على شهادة براءة ابتكار أكثر من تحويله إلى منتج، وهذه مشكلة. فتحويل الابتكار إلى منتج هو الشيء اللي فعلا مفيد في مجال الاقتصاد، ويعني يفيد في نمو الاقتصاد، لكن حصول على شهادة براءة ابتكار حتى معلش يعني وإن صنفت الدولة أو المؤسسة المعنية أو الجامعة إنها من أفضل الجامعات، لكن مجرد شهادة ابتكار أنا أشوفه شيء ما أسهم في الاقتصاد ولا لمس أو حرك شيء في مجال الاقتصاد، ما لم يفعل. نعم، فأغلبية يعني المؤسسات والمسابقات اللي نشوفها يعني في أفضل الحالات هي حصول على شهادة وتكريم وما إلى ذلك، بعد كذا يعني ما نشوف أي إعلام يدور حول المبتكر أو المبتكرة سواء في الجامعات أو في مسابقات أيا كانت. فهنا مشكلة أنه ما في تنافس على تحويل إلى منتج، في تنافس على الحصول على شهادة، وهذه أعتبرها يعني أولوية قد تكون خاطئة بنظري. فلو أصبح التركيز على تحويل الابتكار إلى منتج والتقييم عليه أكثر من التقييم على مجرد الشهادة، فأنا أتوقع بيكون في تحسين كبير جدا، خصوصا على مستوى الجامعات لأن عندها شغل كثير في المجال هذا. يعني الدور اللي تشوفه أنه ناقص الآن هو دور الجامعات؟ الجامعات علشان ما نحدد، هو بشكل عام ثقافة الابتكار يعني كتصنيع، ثقافة الابتكار كتصنيع هو شيء يعني يعتبر جديد وفيه نمو نشاهده في المجال هذا. للأمانة يعني زرت أنا أكثر من حاضنة، فيه شغل جبار صراحة، بس فيه فجوة ما بين الحاضنات وبين متطلبات المبتكرين، وهذا يرجعنا يعني إلى نقطة مهمة اسمح لي أن أذكرها. تفضل. بالنسبة للمبتكرين عامة، طبعا أنا متخصص في مقياس هيرمان الأنماط الدماغ، المبتكر هو إنسان غير ملتزم غير منضبط، فلو كان إنسان ملتزم ومنضبط يعني من ناحية الإجراءات ومن ناحية التفكير وما إلى ذلك، فهو ما خرج خارج الصندوق وأتى بشيء جديد كليا وصنف كابتكار. فالمبتكر المشكلة أنه حاليا يعني يطلب منه أنه يكون هو المبتكر ويكون هو المنفذ ويكون هو المسوق للابتكار، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فالمبتكر ما عنده قدرة على التنفيذ بشكل قوي جدا، هو عنده قدرة على الابتكار، هو يطرح يقترح حلول جديدة، يقترح ما إلى ذلك، لكن بالنسبة للتصنيع لازم تكون فيه جهة مختصة في التصنيع تتعاون معه. كذلك التسويق، هو المبتكر عادة غير جيد بالتسويق وقد يظلم المنتج اللي هو شغال عليه. كل هذه الأدوار غير موجودة؟ نعم، الأدوار هذه غير موجودة، يعني فيه المبتكر هو يجتهد شخصيا ويقوم بجميع الأدوار، بينما إذا رجعنا الأنماط التفكير الحقيقية، المبتكر جيد في مجاله، في مجال الإبداع، لكن في مجال التنفيذ أو في مجال التحليل أو عمل دراسة جدوى المبتكر يجد صعوبة قوية جدا ويجد تحدي كبير في المجال هذا. فلذلك أكثر الابتكارات تتوقف عند كونها يعني شهادة براءة ابتكار. نعم. المهندس عبد الله، هذه الأشياء اللي أنا أعتبرها مهمة جدا في مجال الابتكار، لأنها مثل ما تفضل الأستاذ عبد الله، الابتكار متى ما كان فكرة فقط
ولم ينفذ ولم يستفاد منها الاقتصاد ويستفيد منها صاحب الابتكار نفسه، لأنه ليست فائدة كبيرة جدا أن يتم العمل الاختراع والابتكار باسمي فقط، يعني هذا معناته بحجز أنا شيء وفمن له بروح لبيتنا. لا، أين بقية الأشياء اللي المفترض تكون موجودة؟ هل هي موجودة فعلا؟ والله هو طبعا الابتكار هو كلمة يعني شاملة واسعة، لا يعني لا تختص فقط بالاختراعات. فالابتكار منظومة أكبر من منظومة الاختراع. مثلا عطنا يعني الابتكار في مزاولة الأعمال، الابتكار في العمل الحكومي، الابتكار في الإدارة، الابتكار في الاقتصاد، الابتكار. فهناك الابتكار منظومة جدا واسعة، يعني لا يستحسن نقيدها فقط بالاختراعات. الاختراع هو جزء بسيط من هذه المنظومة، وكلها أيضا جميع هذه اللي ذكرتها الأشياء أيضا المهمة تقف عند شخص، عند نفس المبتكر أيضا، لا يتم رعاية الشخص بشكل واضح وحمايته أيضا. يعني بعضهم أيضا يشتكي من أنه يتم ابتكار فكرة إدارية مثلا أو فكرة من ناحية مالية، ولكن يتم إما وأد هذه الفكرة من قبل مثلا شخص أكبر منه بحكم الأفكار تختلف، أو أنه يتم سرقتها. طبعا نظام الملكية الفكرية على مستوى العالم يحمي فئات من هذه الملكية الفكرية، في أفكار، الأفكار في ذاتها غير قابل للحماية كفكرة، وإنما متى ما تحولت إلى تطبيق أو منتج أو خدمة على أرض الواقع، في هالوقت هذا ممكن أن يعني نبحث لها عن قانون من خلاله نوفر لها الحماية. فالاختراعات مثل ما ذكرنا هو جزء من هذه المنظومة الواسعة. المملكة العربية السعودية اهتمت بهذا الأمر طبعا، موضوع الابتكار، حتى أن رؤية المملكة 2030 تناولت الابتكار في أكثر من موضع، وأشارت إلى أهمية أن يعني تحرص، أن نحرص جميعا على الابتكار في التقنيات المعرفية. مؤشر الابتكار العالمي إذا تسمح لي أستاذ فيصل، يعني كيف شفت أنت المؤشر آخر شيء؟ هو صدر طبعا قبل أسبوعين فقط. المؤشر طبعا يحظى بقبول على مستوى العالم، وتصدر الثاني عربيا، جايك إن شاء الله، تصدر طبعا مع المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال الأنسياد، بالإضافة إلى جامعة كورنيل وهي من الجامعات العريقة، ودخلت معهم المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ثلاث جهات هذا تصدر هذا المؤشر، وهو مؤشر سنوي تصنف دول العالم تقريبا من 130 دولة فيما يتعلق بقدرتها على الابتكار والسياسات التحفيزية الموجودة، ليس فقط يعني منتجات وإنما سياسات، حتى سياسة الحكومية. أحسنت، كل سياسة حكومية، سياسة أفراد، سياسة قطاع خاص، حتى البيئة، يعني هل البيئة تساعد؟ واضح لكم يعني المؤشر حقهم كيف يحكمون وكيف يعني كيف تتقدم وكيف اللي يتعمق في المؤشر يعني يدرك هذا الأمر. المؤشر يتكون من 82 مؤشر فرعي، والمؤشرات الفرعية هذه تقاس ويعني تتوزع في معظم مجالات العمل ومعظم مجالات الخدمات في الدولة، بدءا من يعني من أمور قد لا تخطر على بال إلى مستويات أعلى، تتكلم عن المعرفة، عن الحكومة الإلكترونية، الأداء الحكومي، حتى المشاركة. طبعا كل هذه الأشياء ما هو ترى أنها فقط لمجرد زيادة شروط، كلها مرتبطة ببعض. أحسنت، لا هي يعني الجهات هذه اشتغلت عليها من 2007 حتى وصلت إلى هذا المنتج كمؤشر. فدولنا الآن، سألت قبل شوي عن ما هو يعني موقع المملكة العربية السعودية بالصفحة. أنا أعرف موقع المملكة العربية السعودية، أبغى رأيك في الموقع، وأبغى رأيك في كونك يعني مستشار في مجلس دول التعاون من في مسألة الاختراع أيضا والابتكار في مجلس دول التعاون أيضا، أين هي من هذا المؤشر؟ نعم، يعني نقطة جميلة. الموقع العربية السعودية يعني في سنوات ماضية كانت في موضع أفضل. نعم أحسنت، أمامها عمل، وبإمكان أن تحقق يعني موقع أفضل من هذا بكثير. القدرات موجودة والطاقات موجودة والأفكار موجودة، يعني نوضح للناس أنه المملكة كانت في مركز أفضل في سنوات سابقة وتراجع نسبيا. نعم نسبيا، يعني في تراجع نسبي وإن كان طفيف، لكن المؤمل طبعا السبب هناك بعض المعلومات لا تقدم للمؤشر، يعني القائمين على المؤشر يبحثون عن معلومات معينة، فإذا ما توفرت معلومات عن، تحدثنا هناك 82 مؤشر، إذا ما توفرت معلومات عن أحد المؤشرات أثر على
تصنيف المملكة في هذا المؤشر. لذلك أهمية تقديم المعلومة وتقديم المعلومة الحديثة كذلك، ليس فقط المعلومة، معلومة حديثة تكون محدثة لكي تكتمل المعلومات عن المملكة العربية السعودية ودول التعاون، وبالتالي يساعد في ارتقائها إلى مراكز متقدمة. وبحول الله متى ما وضعت هذه في صلب يعني اهتمامات القائمين على هذا الأمر فستحقق النتائج بحول الله. ويعني إذا تسمح لي يعني فيها من هذا المنبر أقترح يتشكل يعني هيئة أو جهة تعنى بمؤشر ابتكار عالم للسنوات القادمة. هو أطلق الآن لأسبوعين تقريبا، إذا عملت هذه الجهة أو الهيئة من الآن للمستقبل للعام القادم فمؤكد يعني من المؤكد أن سنتمكن المملكة العربية السعودية من التقدم في مؤشر ابتكار عالم بمراتب عدة بحول الله تعالى. طيب أستاذ عبد الله، يعني مركز المملكة في هذا المؤشر الثاني عربيا، وكانت في مركز أفضل في السابق، بمعنى أنه هناك تراجع في المستوى الابتكار أو مستوى الاهتمام في الابتكار لدى المملكة، مع أنه الرؤية العامة اللي احنا نشوفها إذا شفنا زيارة ولي العهد السابقة وزيارة الحالية الآن في اليابان والصين وقبلها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، كانت تعنى بشكل واضح عن الابتكار وأيضا الالتقاء بمؤسسي مثل بعض البرامج التواصل الاجتماعي ليعطينا نظرة واضحة اهتمام المملكة العربية السعودية في الابتكار. طبعا رؤية المملكة 2030 هذه تعطي نظرة أوضح أيضا حول نظرة الحكومة الواضحة من ناحية الابتكار. هذه المسألة بشكل واضح، لماذا هناك تراجع من ناحية الابتكار وتراجع مبرر بكل تأكيد لأنه في مؤشرات يعني، ومع أنه النظرة الحكومية هي نظرة اهتمام في هذا المجال؟ بالنسبة للتراجع أنا في نظري أن هو فيه تقدم من الدول الأخرى ولم تتراجع المملكة العربية السعودية، لأن إذا تابعنا الأوضاع والفعاليات وفيما يخص الابتكار أنا أشوف فيه نمو، لكن قد يكون نمو الدول الأخرى أفضل أو قد يدخل فيها الجانب السياسي زي ما ذكر المهندس عبد الله. أنا غير متعمق في الشيء هذا، معناته أنه يعني كأنه السعودية في مكانها والباقين يتقدمون. صحيح إن لم تكن يعني متقدمة يعني تقدم بسيط. أنت ما تشوف فيه تراجع؟ أنت ما تشوف فيه تراجع؟ الأخرى عندها تقدم أكثر من المملكة العربية السعودية وهذا شيء ملحوظ. أنا بذكر نقطة مهمة. تفضل. المهندس عبد الله اقترح أنها يعني تشكل هيئة. فيما يخص المؤشر، كذلك أنا أقترح أنها تشكل هيئة لتحويل شهادات براءات الابتكار من ورق إلى منتجات فعلية تساهم في الاقتصاد، بغض النظر يعني مع احترامي للمهتمين في المؤشر، بغض النظر عن المؤشر احنا اللي يهمنا اقتصاد البلد ونمو البلد. بالنسبة للمؤشر انا لا يعني لا اقلل من شأن المؤشر، لكن المؤشر أنا لا أعتبره يرتكز على الاقتصاد بشكل قوي جدا، فلو ارتكز على الاقتصاد يعني هو يعطيك صورة. أستاذ عبد الله يعني اللي فهمته من المؤشر يعطيك صورة واضحة حول أنت اهتمامك، أنت تقول عطونا الابتكارات خلنا نسويها بدل ما تكون بالورق وتسجيل اختراعات فقط، أنها تعمل كمشاريع يستفيد منها الاقتصاد، صح ولا لا؟ صحيح. المؤشر يقيس لك هذا النظره. طبعا يمكن المهندس عبد الله يعطينا اكثر عن اهميه هذا المؤشر، يا ليت تعطينا فكره عن اهميه المؤشر عشان المشاهد والاستاذ عبد الله ايضا واحنا يعني نفهم. طبعا المؤشر استاذ فيصل هو طبعا هو الوحيد الان على مستوى العالم اللي له موثوقيه. ذكرنا معظم دول العالم تهتم اهتمام كبير. في الهند وضعت لها لجنه عليا على مستوى الدوله لمتابعة المؤشر وتحسين موقعها في المؤشر. الصين فعلت كذلك. دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا أطلقت شيء مثل هذا التوجه. فالمؤشر الآن هو صيحة ويقيس لك الاقتصاد. يقيس الاقتصاد والمؤشر طبعا حصول على مركز متقدم في المؤشر ليس هو الهدف النهائي. هو وسيلة لتحسين المحفزات. وسيلة تحسين المحفزات في البلد. متى ما تحسنت المحفزات محفزات للاختكار على جميع المستويات نمى الاقتصاد تقدم.
من باب أولى مراجعة هذه المؤشرات مثل ما ذكرنا 82 مؤشر، مراجعتها مراجعة دقيقة والاهتمام بها مؤشر مؤشر، وكل قطاع من قطاعات الدولة تهتم بما يتعلق بها من مؤشرات وتقدم المعلومات والبيانات المتعلقة به. بحول الله العام القادم ستجد المملكة العربية السعودية في موقع غير الموقع اللي تبوأت بهذا العام. طيب. وهو أمر يعني جدا مهم. أستاذ عبد الله، أنت ذكرت أنه تحويل هذه الاختراعات والابتكارات إلى مشاريع، وهذه هو ما يدعم الاقتصاد بشكل واضح بشكل أيضا مباشر. من هي العقول التي تستطيع أن تقبل هذا المشروع أو تقبل هذا الاختراع بأنه ينفع يصلح مشروع ولا لا؟ يعني أنا أتوقع أنه هذه يحتاج لها شخص بمواصفات معينة، ليس أي شخص يعني يستطيع أن يحكم عن هذا الشخص أو هذا الاختراع أنه ينفع مربح أو غير مربح، مجدي في الاقتصاد أو غير مجدي. صحيح. بالنسبة للابتكارات أو الاختراعات وتحويلها إلى مشاريع، الإشكالية فيها أن الاقتصاديين بشكل عام المتواجدين في الوطن العربي والمتواجدين في المملكة العربية السعودية تحديدا، الاقتصادي يؤمن بالأشياء المدروسة الملموسة الموجودة، فيجد إشكالية في قياس أشياء لها توقعات وأن المنتج هذا راح يكون له دور في كذا وكذا، ففي إشكالية في النظرة الاستراتيجية للابتكار من قبل المقيمين بشكل عام للابتكارات. فإذا كان جميع الابتكارات يتم تقييمها من قبل اقتصاديين تقليديين، فهنا في إشكالية، وأنا أتوقع هذا الشيء اللي جالسين يواجهونه المبتكرين بشكل عام. فإذا كان الابتكار في قفزة كبيرة فرأس المال غير جريء في هذا المجال، قد يكون الاستعانة بخبرات أجنبية بيكون لها دور كبير في هالمجال هذا لتحقيق الرؤية، ومن ثم تجرئة رأس المال طيب للدخول في هذا المجال. إنشاء صندوق الصناديق اللي مسؤول عن دعم رأس المال الجريء، كيف تشوف مساعدته في هذا الموضوع؟ طبعا أنت مش قريبا جدا. صحيح. صندوق الصناديق استبشرنا خير فيه بحول الله وقوته، إذا سد الفجوة ما بين تحويل المشروع وما بين نفسه، عفوا تحويل المنتج إلى مشروع وما بين المنتج، بيكون فعال بشكل كبير جدا. أنا أدعو أنه يستعان فيه بخبرات أجنبية استثمارية في مجال الابتكار لتنمية الصندوق هذا من ناحية الأفكار وطريقة التعامل مع المبتكرين وطريقة جلب الابتكارات، وإيش هي الجوانب اللي يعني مهم جدا الاستثمار فيها وتحويلها إلى منتجات. مهندس عبد الله، هل نحن بحاجة إلى الاستعانة بالأجانب ليعطونا فكرة عن أنه هذا ينفع ولا لا؟ يعني نرجع الى موضوع تعريفنا للابتكار، مثل ما ذكرنا الابتكار هو موضوع اوسع من هذا. بس خلينا نقول يعني هذا يمكن يخدم في موضوع الاختراعات. نعم، لانها امر محدد وثابت وتقني. طبعا حتى في بعض الوزارات الحكوميه ماخذين مستشارين اجانب. هو المستشارين طبعا يعني استفاده من الخبره الخارجيه امر يعني، لكن محبب المال الجريء او حتى انت طبعا انت ما تبغى تحصرها في الاختراعات فقط. أحسنت. يعني حتى في كل مجال، يعني اذا دام انه الوزارات الحكوميه مستعينه ببعض المستشارين الاجانب معناته حتى في مجال الاداره في مجال غيره هو يحسن لا شك الاستعانه بالخبرات سواء عند الاجنبيه او المحليه، هناك خبرات محليه يعني لا يستهان بها داخل الوطن، الاستعانه بها كذلك تحقق مثل هالتوجه نحو يعني النمو في مجال الابتكار. الابتكار إذا نما لدى الدولة ما تحقق نمو في اقتصادها، وهو أي نمو، إنما النمو كذلك مستدام، لا تتكلم عن موارد نابضة، تتحدث هنا عن ابتكار، ابتكار معرفي، ابتكار ممكن يعني يدوم معك إلى سنوات وسنوات. ما جاوبتني حول مسألة الخليج. أنا برجع لك فيها، كنت برجع لك فيها. لذلك موضوع الابتكار على مستوى دول مجلس التعاون
تقريبا متقارب مع المكربيه السعوديه. طبعا على مستوى دول مجلس التعاون لحقق افضل مركز في مؤشر ابتكار العالمي لعام 2016 هي دوله الامارات العربيه المتحده في المركز 41. دول مجلس التعاون البقيه كانت مراكزها متاخر نوعا ما. طبعا على مستوى الامانه العامه هناك عمل يعني جدا مميز ودؤوب نحو الإمارات كانت سابقة المملكة كانت المملكة العربية السعودية العام الماضي أفضل من دولة الإمارات والآن تغير الوضع نوعا ما. الأمر بسهولة يتحول بسهولة يتعدل بسهولة يعني يتحول إذا اشتغلت أحسنت وتعمل على المؤشرات. عشان كذا أنت طالبت بهيئة حتى يعني تراجع هذه المؤشرات وتقدم وتتأكد من تقديم المعلومة للقائمين على هذا المؤشر. تحسين المعلومات هذه طبعا اذا بديت تبحث في المؤشرات الفرديه معناه المؤشر الفردي يتحسن معك. اذا تحسن المؤشر الفردي تحسنت خدمات، تحسنت سلع، تحسنت انماط عمل، تحسن اقتصاد، تحسنت بيئه. فالمؤشر مؤشر ابتكار عالمي مؤشر عجيب يعني ينتشر داخل بيئه الدوله بشكل يعني ويبين لك مدى إيجابي. تقدمك يعني أحسنت في هذا المساله وايضا هذه يعطيك فكرة حول رؤيتك. هل مع أنه أيضا الرؤية لم تكن بهذه السطحية أنه إحنا ننظر ل 2030 فقط، لكن أيضا بعد 5 سنوات حتى 2020 كان أيضا مراجعة لهل هذه النظرة سوف تصل أو لا، وهذه مهمة جدا. طبعا العمل على مستوى الابتكار يقاس سنويا أستاذ فيصل، يعني كل سنة يقاس مدى تقدمك في هذا الأمر. ولذلك مثل ما تفضلت 2030 هذا هو الحد الأعلى إن صح التعبير للأهداف المتوقع يعني تحقيقها في ذاك الوقت. لكن متى ما تحققت هذه الأهداف قبل 2030 فهو يعد مكسب. أشير إلى أن يعني بدأت بعض الأهداف تسمح لي أستاذ فيصل، بعض الأهداف بفعل مؤشر ابتكار عالمي أشار إلى تقدم المملكة العربية السعودية فيها، من ضمنها الفعالية الحكومية. يعني خلال 4 أشهر من إطلاق رؤية المملكة 2030 أشار سمو الأمير محمد بن سلمان في افتتاحية الرؤية وهي وثيقة رسمية إلى سعيه نحو تحقيق الفعالية الحكومية. مؤشر ابتكار عالمي قاس هذا الأمر وصدر قبل أسبوعين وذكر أن الفعالية الحكومية في المملكة العربية السعودية تحسنت وقس عليها بعض المؤشرات. المهندس عبد الله بن صالح المزروع المستشار براءة الاختراع للأمانة العامة لمجلس التعاون، شكرا جزيلا لك لوجودك معي في هذه الفترة. ومن الدمام الشكر موصول أيضا للأستاذ عبد الله المقبل مبتكر ومدرب معتمد في تنمية الذات، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله وعلى وجودك معنا في هذه الفترة. الآن ننتقل أعزائي المشاهدين للملف الآخر. تعتمد المملكة على قطاع الحج والعمرة لمساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليص أيضا الاعتماد على النفط بعد التراجع الذي شهدته السوق النفطية أخيرا، فيما يرى المختصين أن هذا القطاع لا يقل أهمية عن القطاع السياحي الذي يأتي في صدارة القطاعات المؤمل الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة. الحج وكيفية تحسين سياحة السياحة الدينية نأخذها بعد هذا التقرير. تعتمد المملكة على قطاع الحج والعمرة للمساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليص الاعتماد على النفط بعد التراجع الذي شهدته السوق النفطية أخيرا، فيما يرى المختصون أن هذا القطاع لا يقل أهمية عن القطاع السياحي الذي يأتي في صدارة القطاعات المؤمل الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة. وأرجع المختصون ذلك لعدة اعتبارات أساسية في صدارتها قابلية هذا القطاع الكبير للنمو وقدرته على توليد الوظائف، على رغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة والآثار، متفقين على أن نسبة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي لا تزال متواضعة للغاية في ظل إيرادات تبلغ 80 مليار ريال من السياحة طوال العام ونحو 45 مليار ريال تقسم بالتساوي بين موسمي الحج والعمرة. وتستقبل المملكة حاليا قرابة 2 مليون حاج من الخارج سنويا، من المتوقع أن تزداد إلى 2.7 مليون في عام 2020 وفق الإحصاءات شبه الرسمية، فيما تستقبل نحو 6 ملايين معتمر على مدار 9 أشهر من العام، وهو عدد قليل على الرغم من البرامج التي تم استحداثها لاستقبال الحجاج والمعتمرين إلكترونياً.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وشكرا للزملاء على هذا التقرير. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نرحب بضيفنا في الاستديو أو من عبر الأقمار الصناعية في استديو مكة، الأستاذ ماهر صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة. مرحبا فيك أستاذ ماهر. أهلا ومرحبا بكم، أشكركم على الاستضافة، ومرحبا بالسادة المشاهدين. مرحبا فيك أستاذ ماهر. بالبداية طبعا المملكة تخدم ضيوف الرحمن بكل أريحية وبكل رحابة صدر كما هي العادة، و يعني بشكل واضح هذه الاقتصاديات الحج والعمرة، كيف تراها أستاذ ماهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، منذ عهد المغفور له جلالة الملك عبد العزيز، أكد على الاهتمام برعاية ضيوف الرحمن وتقديم كل الخدمات اللازمة لهم وتذليل العقبات لأداء فريضة الحج، ثم بدأ الاهتمام بعد ذلك بفريضة أيضا العمرة. دائما ما تقدم المملكة الكثير للحجاج بأريحية وباهتمام شديد من قبل وبدون مقابل. بدون مقابل، نعم. حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تؤكد دائما على تقديم كل الخدمات الممكنة، تذليل كل العقبات، والمملكة كحكومة لا تتقاضى أي مبالغ لقاء هذه الخدمات. لا شك أيضا الإنفاق السخي على التوسعات في المسجد الحرام، المسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والتسليم، أيضا ما ينفق على المشاعر المقدسة مبالغ طائلة، لا أبالغ إن قلت إنما مجموع ما صرف يبلغ ربما مئات المليارات، كلها تصب في مصلحة الحجاج والمعتمرين وتقديم الخدمات لهم بيسر وسهولة. وتظل دائما حكومة خادم الحرمين تعمل على تطوير هذه المنشآت، التقليل من أي أعباء تشكلها على الحجاج والمعتمرين، وتبذل جهود مضنية وكبيرة جدا لا سيما في موسم الحج نتيجة كثافة الحركة في توقيت معين في مناطق محددة. رؤية 2030 أستاذ ماهر، إذا جينا نتكلم عن الاستثمار لرجال الأعمال للمواطنين في مجال الحج والعمرة، طبعا الحكومة تدعم بدون مقابل، تصرف المليارات بدون مقابل على، وهي شرف للمملكة العربية السعودية ودائما تعترف بذلك دوليا، لكن الاستثمار ودور القطاع الخاص في الاستثمار في هذه المسألة حتى يكون أيضا رافد لاقتصاد الدولة في رؤية 2030، هل نحتاج إلى استثمار مختلف الآن بعد هذه الرؤية؟ بداية نشكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف المشرف على أعمال الحج دائما والمهتم دائما بكل القضايا التي تخص الحج، والشكر موصول لسمو الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي اهتم بوضع كثير من التفاصيل في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 واهتمامهم بملفي الحج والعمرة. كما تفضلت الدولة بذلت الكثير على البنى التحتية، يتبقى التحرك من القطاع الخاص والقطاعات التنموية لإحداث قيم مضافة من رحلتي الحج والعمرة. نود أن نؤكد أيضا أنه الحج في كما شرعه الله لمن استطاع إليه سبيلا، فيفترض على أي حاج أن يكون قادر على الإنفاق لتغطية الخدمات الأساسية صحيحا، وإن شاء الله دائما يكونوا من المقبولين المبرورين. لذلك أساسيات خدمات الحج التي تقدمها كثير من القطاعات في المملكة، سواء قطاعات الطوافة، سواء قطاعات النقل، سواء قطاعات التغذية، الإسكان، كلها يفترض أنها تقدم الخدمات بالشكل المناسب للحجاج. بحمد الله بذلت كثير من الجهود، تطورت كثير من الخدمات،
اليوم نلاحظ أنه نسب بدءا مثلا بانتقال الحجاج كانت تستخدم وسائل النقل البرية ووسائل النقل البحرية والجوية بنسب متفاوتة. اليوم نجد أنه في كثافة عالية على النقل الجوي، وصلت في عام 36 مثلا إلى 96% الوصول عبر النقل الجوي. هذا الأمر يغير من كثير من الخدمات، تحتاج أنك تطور الخدمات بناء على هذه التغيرات. هذه التغيرات أيضا تعتمد على اقتصاديات الدول الإسلامية وتغير طبيعة إنفاقها. نوعيات السكن اختلفت كثيرا، لو راجعنا قبل 10 سنوات أو 20 سنة كان هناك إقبال ضعيف على الفنادق، اليوم الإقبال يتزايد على الفنادق وطلب الخدمات الفندقية. كذلك النقل حتى البري، الانتقال من المطارات إلى المواقع السكن أو إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كنا نعتمد فقط على الباصات، اليوم خلال السنوات القادمة سوف نجد قطار الحرمين يقدم كثير من الخدمات. لذلك هي منظومة دائما مستمر فيها التطوير والتنمية لما يخدم مصالح الحجاج والمعتمرين، وبالتالي من هنا تظهر كثير من الفرص الاستثمارية في كثير من المجالات يمكن الاستثمار فيها في مكة المكرمة والمدينة، بل وأزعم في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية إذا بدأنا تطبيق برنامج ما يسمى بالعمرة الممتدة، وتم إطلاقه قبل شهور، بإذن الله سوف يكون التفاعل معه أكثر. ما المقصود فيه أستاذ ماهر؟ المقصود فيه أن المعتمر يحق له بعد أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة أن يذهب إلى بعض دول أو عفوا بعض مدن المملكة ليطلع على الحضارات الموجودة لدينا في كثير من المدن، تاريخية وحضارة مدنية. بالتالي بإمكان المعتمر بعد أن ينتهي من النسك أن يزور مثلا مدينة الرياض، الدمام، الباحة، جولة سياحية يعني. بالضبط بالضبط، وهذا سوف يكون إن شاء الله له أثر كبير على المجال السياحي أيضا. يعني لو العام الماضي استقبلنا في حدود 6 مليون معتمر، لو بدأنا ب 10% منهم 600,000 لو تحركوا في مدن المملكة سوف يحدث أثر إيجابي جدا على السياحة. تبدأ النسبة هذه بالارتفاع مع ارتفاع نسبة المعتمرين، سوف يكون لها إن شاء الله أثار إيجابية، تحتاج بعض المرونة، بعض التنظيمات، وهيئة السياحة تعمل في هذا الجانب أيضا للاستفادة من وصول الحاج والمعتمر للأراضي السعودية، بالتالي يسهل عليه أن يقوم بهذه الجولة. جميل. أستاذ ماهر، ما هو دور مجلس أو مجلس غرفة مكة في رفع أداء الشركات لخدمة ضيوف الرحمن اللي يأتون إلينا؟ نحن في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نعمل ضمن منظومة تعمل على تطوير خدمات الحج والعمرة، كما ذكرت لك بدءا من الرؤية بدأ واضحا فيها الاهتمام بملفي الحج والعمرة. لدينا أيضا تحت مظلة مجلس الغرف السعودية هناك لجنة الحج والعمرة الوطنية تعمل الآن تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، تعمل بتنسيق كبير مع مقام وزارة الحج، إمارة المنطقة، كثير من الجهات التي تهتم بهذا الجانب. يعني هذا ملف جدا مهم أستاذ ماهر، لأنه هناك بعض الدراسات اللي تقول أنه حجم الاستثمارات الغائبة في مكة والمدينة تصل إلى 2 تريليون ريال سنويا، بمعنى أنها 2 تريليون ريال ضائعة سنويا لأنها لم تستثمر. ربما يكون هذا الرقم بحاجة إلى تدقيق أكثر. مبالغ فيه؟ ربما لا يكون مبالغ فيه إذا تم تفعيل كل الجوانب، يعني إذا أصبح الحاج والمعتمر يأتي ويسمح له بالحركة بشكل مرن أكثر، نعم يمكن أن نحقق نتائج أفضل. هذا الأمر أيضا مرتبط بدراسات عميقة في اقتصاديات الدول الإسلامية، لأنه نتأثر بشكل مباشر إذا أي دولة إسلامية تأثر اقتصادها، وبالتالي سوف يؤثر على نسب الحجاج والمعتمرين القادمين منها. لذلك تحتاج دراسات تفصيلية أكثر، لكن بكل تأكيد بغض النظر عن الرقم هناك فرص لازالت كبيرة جدا في مكة المكرمة والمدينة وكل دول كل مدن المملكة بالاستفادة من وصول هذا العدد. وإذا
رجعنا الرؤية إذا كنا نستهدف في عام 20-30 30 مليون معتمر فقط غير الحج، أتوقع أن هذا العدد يمكن أن يحقق أرقام كبيرة جدا تنموية على كثير من الأصعدة، سواء بدءا بالنقل الجوي والبري، الخدمات الفندقية وما تسمى بخدمات الضيافة أيضا يشملها أيضا خدمات التغذية والإعاشة، أيضا الخدمات التجارية، هذا أمر الآن بدأنا نلمس الاهتمام به، ولكن هناك يمكن أن يكون منطقة لعقد الصفقات للتبادل التجاري بين الدول الإسلامية. ولذلك إن من أهم التوصيات ربما من ملتقى منافع هو التأسيس لمدينة ومركز مؤتمرات ومعارض كبير جدا في مكة المكرمة للاستفادة من تدفق هذه الأعداد من المعتمرين والحجاج. إذا تحدثنا عام 20-30 قد نصل إلى 36 مليون ما بين معتمر وحاج، وبالتالي يمكن أن تحدث فرق كبير جدا ليس فقط على المملكة وإنما أتحدث حتى على العالم الإسلامي ونسب التبادل التجاري فيما بين المسلمين. نعم أستاذ ماهر، ما هي الصعوبات أو التحديات اللي تواجه رجال الأعمال في مجال الاستثمار في الحج والعمرة؟ للأمانة ربما كانت بعض التغيرات في أعداد الحجاج والمعتمرين كانت تؤثر كثيرا على الاستثمارات أو على الرؤية المستقبلية. اليوم عندما اتضحت رؤية 20-30 إذا كانت بدأ تطبيقها بالشكل المناسب وبدأ الالتزام بأعداد نمو أعداد المعتمرين والحجاج والانتباه لكثير من التفاصيل حتى نحقق هذه الأرقام، يعني أنا أفترض أنه العام القادم عام 1438 يفترض أن ننمو ونصل بأعداد المعتمرين 9 مليون، إذا بدأنا نحقق هذه الأرقام سوف تكون انعكاسات كبيرة جدا. في مكة المكرمة الكثير من المستثمرين اتجهوا إلى القطاع الفندقي، أسسوا كثير من الخدمات الفندقية، إلا أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية لاحظنا الانقاص أعداد الحجاج أثر بشكل سلبي كبير جدا على هذا القطاع، بينما القطاع كان مستعد للنمو أيضا بشكل كبير. لكن كانت هناك أولوية لقضية أمن الحجاج والمعتمرين، لأن هناك عمليات التوسعة للمسجد الحرام فكانت أولوية كبرى. لذلك نتوقع بإذن الله من العام القادم 1438 أن يكون هناك نمو بدءا بالعمرة ثم أعداد الحجاج، والقطاع الخاص دائما مرن وسريع لاتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الاستثمارات الممكنة المصاحبة للحجاج والمعتمرين. يعني بحسب كلامك تضع الكرة في ملعب رجال الأعمال الآن، خلاص كل شيء تسهل لهم الآن. أنا أضع الكرة ليس في فقط رجال الأعمال، دائما جاهزين، ليس هناك رجل أعمال يجد فرصة ولا يقدم عليها، ولكن رجال الأعمال بحاجة إلى وضوح الرؤية دائما والاستمرارية، لأنه قضية التخفيض. وضوح الرؤية عند مين؟ وضوح الرؤية عند الجميع. عندما خطة 20-30 أن نريد أن نصل ل30 مليون، يجب أن يكون هذا هدف مطلوب تنفيذه من جميع الجهات، لأن رجل الأعمال قد يستثمر على هذا الأساس ونفاجأ مثلا بواحد من القطاعات ربما لا يتواكب مع هذا العدد. عندما تتحدث عن 30 مليون معتمر زائد ما يوازي 5 إلى 6 مليون حاج، أنت بحاجة إلى بنية تحتية مختلفة عن الموجودة حاليا تحتمل هذا العدد، بدءا بالمطارات ثم الطرق، النقل، الخدمات التي تقدم. لذلك القطاع الخاص جاهز دائما لهذه الفرص، ولكن يتردد إذا وجد أن هناك عدم وجود جدية لدى بعض الجهات في تحقيق ذلك، لأنني ربما أستثمر في قطاع معين على اعتبار أنني صاصل لهذا العدد وأفاجأ بأن قطاع من قطاع الخدمات مثلا لا يحقق الأداء المطلوب، بالتالي تضطر ربما الدولة إلى أنها تخفض أعداد الحجاج أو المعتمرين للوصول لذلك لمصلحتهم ولسلامتهم، فيتأثر القطاع الخاص. لذلك نحن نرى إذا كان بدأ تطبيق الرؤية بدءا من 1438 توقع سوف نجد فرص كبيرة جدا، سوف تجد المستثمرين مباشرة جاهزين للاستثمار في كثير من المجالات. واليوم كثير من المستثمرين قاموا بعمل دراسات بأنه بمجرد ما
يبدأ تطبيق هذه الرؤية ويلمس هذا الارتفاع في أعداد الحجاج المعتمرين. هناك كثير من الفرص في كثير من القطاعات، بدءا بقطاع الطيران. سوف تجد أن هناك شركات جاهزة الآن للدخول في الطيران والطيران الاقتصادي لنقل الحجاج والمعتمرين. المطارات هناك فرص أيضا للتوسع، وقد قريبا نجد أننا بحاجة إلى مطار جديد. جميل. لمكة المكرمة. ممتاز. السكن، الطرق، كثير من الخدمات سوف الإعاشة، كثير من الخدمات سوف تكون هناك فرص فيها. الأستاذ ماهر بن صالح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة، شكرا جزيلا لك سيد الكريم لوجودك معنا عبر الأقمار الصناعية مكة المكرمة. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا. شكرا لكم. الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين. نحن نتكلم عن استثمار، عن أشياء مختصة بالمال، لكن كل أمنياتنا طبعا أن يكون إن شاء الله حجا مقبولا ومبرورا لجميع حجاج بيت الله، ودائما المملكة تفتح ذراعيها لكل ضيوف الرحمن. كنت معكم فيصل أحمد شذوب، تقبلوا تحياتي وتحيات باقي فريق عمل ساعة في الاقتصاد. إلى اللقاء.